مرحبا. شفنا الثلج اللي نزل وغطى دمشق بشكل بسيط، والأغلبية كانوا متوقعين إنه يشوفوا المنظر مثل ما منروح أماكن فيها جبال، بس ما صار هالشي. شو السبب؟ تبين إنه أعلى الجبال بتقل فعاليات الغلاف الجوي فيها أكثر، لهيك أشعة تحت الحمراء بتكون بكمية قليلة جدا، فبتفقد قمة الجبل اللي كتير من الحرارة وبتتلج فيها أكثر من باقي المناطق. ننتقل لحالة الطقس. عم يستمر الجو بارد وغائم جزئيا لغائم ممطرة على الفترات، ممزوجة بالثلج أحيانا فوق مناطق متفرقة، والثلج فوق المناطق اللي عم يزيد ارتفاع عن 1000 متر. وعم تبقى درجات الحرارة أدنى معدلاتها بحوالي 4 لـ5 درجات مئوية بأغلب المناطق. الرياح غربية لجنوبية غربية معتدلة، تسرع عم تنشط أحيانا وتوصل سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تراوح بين 60 و90%. أما البحر متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 11 درجة. انتقل الطقس العاصمة دمشق اللي عم يكون ماطر، عم تسجل العليا فيه 8 درجات. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء مثلجة بسويدا، وعم تسجل العليا 4 درجات. أما بدرعا فعم تتراوح بين 4 و9 درجات، والأجواء مثلجة بالقنيطرة وعم تسجل الحرارة العليا فيها 4 درجات. بالمنطقة الوسطى عم تكون الأجواء مثلجة وماطرة، عم تسجل العليا بحمص 7 درجات، وبحماة عم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 2 و9 درجات، وعم تكون الأجواء ماطرة. بالمنطقة الساحلية مكفي الأجواء الماطرة، عم تسجل العليا بخصوص 13 درجة، وباللاذقية عم تراوح بين 7 و12 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل الصغرى 6 درجات. بالمنطقة الشمالية بإدلب وحلب عم تكون الأجواء كمان مثلجة وماطرة، عم تسجل العليا 7 درجات، وبحلب عم تراوح بين درجة و8 درجات. أخيرا بالمنطقة الشرقية اللي عم تكون فيها الأجواء ماطرة، وعم تتراوح الحرارة برقة بين 3 و9 درجات، وبالحسكة كفي الطقس ماطر، وعم تسجل الحرارة الصغرى في 2 درجة. أخيرا بدير الزور عم تتراوح درجات الحرارة فيها بين 3 درجات و12 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لقوني بكرة تبقوا بخير.